يا الله، السلام عليكم. لطلب العلوم والمعارف، انت اليوم تيجي تطلب العلوم والمعارف وتيجي تصير معالج وتيجي تعالج الناس وتكون هاي اجر وصدقه جاري الك. يا هادي، يوميا سوي 1020 مره تهدي ثوابه لسيدتي فاطمه الزهراء، وشوف الله سبحانه وتعالى شلون راح يبدا تدريجيا دماغك ينفتح، تشوف اشياء عجيبه غريبه، راح تجيك اخبار عجيبه غريبه. واهم شيء لا تنسوا الوالديه. وخالص دعاكم، السلام عليكم ورحمه الله.